بونتو بتاع الوداد اللي تنحى سيت اون ايرور دابريسياسيون دو لا بار دو لاربيتر الى لسي جوي وشاف هالكره مست ومن بعد رجع وقال لا مس الراجل دونك ما تحسبش وشافه من الاول وخلاه ينجم يكون ما شافهش ينجم يكون انت شنو رايك والله شوف ما انا نعاود نقول لك سي ان بروبليم دابريسياسيون جينا في بيريود دو شوفوشمون بين قانون قديم وقانون جديد ربما هو تاثر اجتهاد بالقانون الجديد القانون الجديد شو يقول ما قبل كان يعطي اجتهاد الحكم هل اليد كانت في وضعها الطبيعي سيد الحكم ام لا الوضع الطبيعي هو ان الايدين مسدوله جنب الرجلين يعني اي تحرك نتاع اليد البرة من بجنب الجسم لما تلمسها نجم يزفر ضربة جزاء القانون الجديد بوركوبي كور معناها للاجتهاد هذا اللي كل مرة يعمل إشكال قال راو بينالتي أطوليكو كيمسها السيستم مازال بداش يطبق شو دخل توا حيز التنفيذ لكن شاركت فيه الحكام هذه خاصة الأربعة دول عملوا فيه دورة فهمتني التاكل تو قبل التاكل تبدا يدك في القاعه بينالتي تو ما عادش بينالتي كي تمس في يدك وانت في التاكل تو ما عادش بينالتي فهمتني دونك فك السخانه نتاع المباراه وكذا كان ينجم يحسبوا هدف وما نجم نقولوا حتى شيء وكي ما حسبوش نجم نحطوا معناها تاثيره بالقانون الجديد هذا الاوراق اللي اعطاهم تراهم جوستيفيه الاوراق صفر شوف الاوراق صفر اللي اعطاهم خاصه للترجي توري اللي الحكم هذا عمره ما كان من حاجة الترجي فهمتني على خاطر مثلا الورقة الصفراء بتاع شعليلي كان نجم يتغاضى عليها ما فيها حد شيء بلا في اوبستركسيون غالي أول مخالفة قام بها كان ميريت با معناها مش عمل دو تروا تاكل دو سويت يا خويا قلقتني برشا خذها بلا هي أكثر كان نجم يتغاضى عليها نتاع معز باهي نتاع معز بون دونك شو ورا الحكم مرة اللي هو موشي مش منحاز حتى الطرف كان جاي بالجد معنا راح حافظ علينا في الاوراق شنو رايك فيها ورقه معز بالذات ورقه معز نبه عليه من الاول ما كانوا تراها زايده كونه معز طاح وقتها تراها زايده خاصه كونه الحكم هذا زفر لنا في تونس برشا وتعرف احنا في تونس عندنا عاده اللي الحارس وقت اللي المنافس يطلع شويه في الريتم يتيح نشوفها معناها كان استفزاز معناها علاش تحبه ما يعطيكش نظار وقت اللي هو انظرك 10 دقائق لاعب ولا 7 دقائق لاعب شالك حتى للمندس وقال لك يا فلان ما عادش تعاود